ازيك؟ كويس. عامل ايه؟ الحمد لله. عارف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ لا. ده جهاز كشف الكذب. حط ايدك على الجهاز الاحمر والاخضر. برافو عليك. اسمك ايه؟ عمر محمد جلال. برافو عليك يا عمر. عندك كام سنه؟ 7. حاسس انك مرتاح ولا قلقان؟ قلقان. تحب المدرسه؟ قوي ولا نص نص؟ نص نص. ايه اللي مش بتحبه في المدرسه؟ ان اصحابي يضربوني. بيضربوك ليه؟ يعني عشان ما بعملهمش حاجه وبكون بهزر يعني كده. انت شقي يعني؟ صح. طيب مين اكتر واحد بتحبه في المدرسه؟ ياسين. ومين اكتر واحد ما بتحبهوش؟ عبد العزيز. ليه؟ هو ده اللي بيضربك يعني؟ بيضربني. الضرب بيوصل على قفاك؟ كتير؟ قوي؟ المدرسين بتوعك بتحبهم؟ كلهم؟ مش كلهم يعني. مين بتحبه ومين ما بتحبوش؟ مس الماس هالة بتحبها؟ مس الانجليش ما بحبهاش. بتاعت الانجليش. ليه الانجليش بقى بتعمل لك ايه؟ يعني بتضايقني، بتزعقني كتير يعني. عشان انت بليد؟ يعني صح؟ Why don't speak English? Because English is easy. We don't do it here. يعني مش فاهم. Why don't you understand me? Because I speak English is very easy. يعني عشان I'm small is very correct in impossible English. بس ما بعرفش اتكلم English. Why? الناس بتاعت الانجليش يعني ما بتدبش عليها قوي يعني وكده. Why don't you understand from Miss English? عشان بيبقى اصحابي بيقعدوا يكلموني كتير يعني انتبه بس. طب قولي، بتحب تعوم؟ بنزل البحر ساعات. بتنزل البحر صح؟ ما بتنزل بتعمل بيبي؟ لا. بعمل. تعمل ولا ما بتعملش؟ بعمل. تعمل كتير ولا قليل؟ كتير. بتقول الحقيقة من الأول، ترفعليش حواجبك. حياتك عاملة ازاي من غير سنان؟ حياتي وحشة من غير سناني. معجب ببنت في الفصل عندك؟ أنا؟ اسمها؟ سمع. قلت لها إنك بتحبها؟ لا. طب وليه ما قلتلهاش؟ لسه يعني المدرسة خلصت وهي كانت في فصل غير فصلي. ونفسك تبقى معاك في الفصل؟ انت عارف انها هتعرف انك بتحبها؟ ليه؟ اما تشوف البرنامج هتعرف. هتعرف. تقول لها ايه من خلال برنامجنا؟ عشانك يا سما هعيد السنة. لكاميرتك وبحب واداء. عشانك يا سما هعيد السنة. ايوه كده، برافو. تغني لها اغنيه ايه؟ لما القلب يدق 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 صدقاته بتعلى وتقول لينا نعيش ونقول للفرحه وللحزن نقول لا ونقول للخوف ابعد عن داريت ما تجيش سحر الدنيا يبان لما نشوف الأبيض الأسود موجود علشان البرق يبان الصورة بتحلى بتفاصيلها. خلاص كفاية. الجهاز شايف إن صوتك وحش جدا. يا ريت ما تغنيش تاني. شكرا. وأنت كسبت عينا في المرحلة دي. اقلع الحاجات اللي أنت فيها وروح وأشوفك في المرحلة اللي جاية. أوكي؟ Josh.
أنا مش شوشو. أهلا. أنا شوشو في البوليس. يعني شوشو في أنت هتعملي لي إيه؟ ما تخافيش. وأنت ملبساني ليه كده؟ ما تخافيش، حطي إيدك على الجهاز ده والجهاز ده. اسمك إيه؟ جنى. شوف. عندك كم سنة؟ 7. حاسة إنك مرتاحة ولا حاسة إنك قلقانة وخايفة مني؟ لا أنا عادي بصراحة، أنا خايفة مني. تحب المدرسة؟ أو بحبها. أصحابك في الفصل بتحبيهم؟ أه. كلهم؟ في واحدة بس ما بحبهاش. 2. اسمهم إيه؟ صباح وملك. وصباح بتقولك إن هي أحلى منك مش كده؟ أه. وأنت شايفة إن هي أحلى ولا أنت أحلى؟ لا أنا شايفة إنك أنت أحلى؟ أه. على فكرة صباح أحلى. خلاص هي أحلى بس هي مش أحلى. تحبي مين أكتر، مامتك ولا باباك؟ باباي. ليه بتحبي باباكي أكتر؟ علشان بيعمل لي اللي انا عايزاه، وكمان بياخدني في اي حته هو رايحها. بس طيب يبقى صحيح، انت كسبتي كمان معايا. شكرا. يلا طب لك ماشي ماشي. يلا شيلي ده. انت بتحبيني ولا لا؟ والله بحبك قوي. انا كمان. تعالي بقى انت حضني. يلا بس على فكرة بس على فكرة صباح دي وحشة. صباح ايه؟ وحشة. هو دوت عارف، هو لسه متصل بيك. صباح حلوة ولا وحشة؟ حلوة. هو لسه هيفضل مكمل معاكي. خلاص هو ده ارتبط بدماغك، اوعي تقولي على صباح وحشة تاني. عيب كده. عيب ليه؟ هي عيب. هي مش اكبر مني. لا عيب، مش لازم اللي اكبر منك، حتى اللي اصغر منك لازم تقولي عليه حلو. ماشي. وكل الناس اللي ربنا بيخلقها شكلهم حلو، اوعي تتريقي على حد تاني. حاضر. يبقى صباح حلوه ولا وحشه؟ حلوه. وانا تخينه ولا رفيعه؟ انت رفنعه. يلا خلاص امشي. باي. تعرف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ مش عارف يعني هو ايه ده. انا هقول لك بقى، الجهاز اللي انت قاعد عليه ده اسمه جهاز كشف الكذب. ماشي. هو متوصل بكل مخك وبيقرا كل افكارك. ماشي. هتكذب هعرف، وهينور احمر. هتقولي الحقيقه هحبك وهعرف، وهينور ايه؟ اخضر. الله ينور. هنبدأ وعايزين نركز. اسمك ايه؟ اسمي آسر. برافو. عندك كم سنة؟ عندي 5. اللي هم كام؟ 5 years يعني 5 سنين. برافو. انت مرتاح ولا قلقان؟ مرتاح. قلقان. تحبي بنات بقى في المدرسة؟ لا. طب وهنا؟ أنا خصماني. خصمك؟ يعني أنت لو صالحتك هتحبها؟ هي هنا بتحب أدم؟ لا؟ بس هي بتحب، بحب أعرفك. معلش، ممكن تقول إيه دلوقتي لهنا وآدم؟ ممكن أقول لهم بشكر. بتشكرهم؟ ايه الاغنيه اللي ممكن تغنيها لهم في اللحظه الضعيفه اللي انت فيها دي؟ الفار والقطه. بحب الفار والقطه. غني لهم الفار والقطه. فار والقط الاتنين
دول دايما مختلفين طول السنة الـ4 شهور، أرجو فرش بال ويمين. هو آدم رفيع مش كده؟ تفتكر ده السبب اللي مخليها تسيبك؟ صغير بس رفيع. وانت؟ انا مش رفيع، انا تخين. اسمها كلبوز. كلبوز دي حاجة حلوة على فكرة. عشان باكل كتير. تاكل كتير ليه؟ عشان ببقى جعان. ايه اكتر حاجة بتحبها في الاكل؟ بحب التورتة ولا الجاتوه؟ الاتنين مع بعض، بحب الجاتوه والتورتة. انا ايه بقى؟ انتي رفيع. انا رفيع؟ ليه؟ انا ايه؟ قول عادي. ادي قول. بص بص ايه؟ انتي كلبوزة بس رفيع. تمام ميرسي. انت بتحب مامتك اكتر ولا باباك؟ بص انا بحب ماما. بتحب ماما اكتر ولا صلاح؟ صلاح بيخوفني، ما بحبوش. انا بحب ماما بس. صلاح بيلبس الوش وبيخوف. في اي اسرار مخبيها عليا؟ انا مخبيها على صلاح. ماما لما بتجيب لي شاورما انا بخبيها. لو ما تخافش وعلي صوتك. انا وانت ايه؟ صحاب. كم اول لما بيجي عندنا صلاح انا بخبي الشاورما، هو يدخل بقى براحته. بتخبيها تحت السرير؟ لا بخبيها في الشنطه. في الشنطه؟ فدي الحاجه اللي انت مخبيها عليا. وايه تاني؟ قالين الصغيره لما بطلع بحاجه او لعب بتاخدها مني، بتقول لي دي بتاعت لينا. هي رزله صح لينا دي؟ فك الحاجات دي وتعالى سلم عليا عشان انت كسبت في الفقره دي، لانك كنت صادق وجميل.